الاربعاء 4 ديسمبر 2024. مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. تنجموا تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى من خلال فريكونس نتاعنا 106.9. تشاهدونا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينغ تلقاوه على قناتنا في يوتيوب سونغون. تنجموا تتابعونا من توا حتى نصف نهار ونص اليوم. نحكيو في عدد المواضيع مع ضيوفنا اليوم وولد الدار كيف كيف مختار دبوس. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بجميع حضورك ومشاهدين برنامجنا. ثابت القاهري اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سلام. مرحبا بك. مرحبا بالساده الضيوف ومرحبا بالساده المستمعين. الاستاذ كمال بن خليل مرحبا. اهلا سلام. مرحبا بك. مرحبا مختار ثابت والضيف العزيز. خليك انت تقدم اخويا. سعيد جدا ايضا باستقبال امين بركله. مرحبا امين. اهلا وسهلا سلام. مرحبا بك وكل من يستمع. شوي احمر ابيض في ماريولو. اي شوي شوي. العضو السابق في إدارة التحكيم. مرحبا امين. عايشك. اهلا وسهلا. دونك برشا مواضيع في الحصة نتاعنا اليوم. باش نبداو اكيد بالطبق الرئيسي هو موضوع التحكيم. امين شفناك هبطت تدوينة في صفحتك في فيسبوك بعد الحقيقة هو حتى طلب العروض اللي اشرت له الحق واحد من الناس ما شفتوش كأنه مخفي شوية. تعودنا بالجامعة التونسية كي تهبط بلاغات يهبطوا على الفيسبوك وهنا يشوفهم الناس الكل، لكن طلب العروض كان فقط في السيت اوفيسيال. والله الحقيقة ما نعرفش السياسة الاتصالية متاع الجامعة التونسية لكرة القدم. على كل حال هو الجامعة التونسية لكرة القدم هو ما بين المؤسسات العمومية أو المرفق العمومي الأقل تجاوبا في مجال الشفافية حتى مع هيئة النفاذ إلى المعلومة، يعني بس تفهم المبدأ. علاش مشى لل هو هبط على السيت وما هبطش على الباز فيسبوك أو زاد على انستغرام ما هوش موجود، يعني اللي سوبورت كومينيكاسيون ما هوش موجود فيها. ممكن هو القانون يظهر لي يلزم أنه يكون عن طريق جريدة وعن طريق الموقع الرسمي إنه زيدة، بالتالي هو ما طبقه يعني المسألة هذه موجود في الموقع الرسمي. وإحنا عموما علاش أنت سلام مثلا ما شفتش طلب العروض هذا؟ لأنه العادة وليت أنه إحنا نتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي وما نتعاملوش مع المواقع الرسمية. يعني إذا هو حط اليان بس تمشي له أنت، إذا ما حط لكش اليان على الباز ما نعرفش علاش. الحقيقة ما نعرفش، منزمش ندخل في النوايا ومنزمش ندخل في علاش. مي انا الحقيقه يعني نتبع في المسائل هذه ونتبع في التحكيم، ويهمني برشا اني ديما نتبع السورس. نحب كي ناخذ حاجه ناخذها من مصدرها باش ما نبداش نبني يعني هكاك توقعات ولا اوهام ولا نظريات فارغه. دخلت للسيت بتاع الفيديراسيون دونك نلقى طلب العروض اللي يوفى البارح الخمسة متاع العشية والكايتشارز اللي تبنى عليها طلب العروض، وريت انه حسب الكايتشارز انه بتكون في الانزيام زورني الفار. والحقيقة استغربت أنا كي نرى أنه أونزيام زورني الفار، وقت اللي نرى تيرانات ما هيس مهيئة كيما تيران قفصة كيما تيران متلوي كيما زرزيس كيما جابس، هذوما تيرانات ما هيش مهيئة كيما زاد سليمان ما هوش مهيئة عمليا. بس لعبت تفهمنا معناتها أمين، بس لعبت تفهمنا ايش معناها ما هيش مهيئة. فسرنا ايش معناها مش مهيئة. هو الفار صنية. الفار لازم تكون سيرتيفيه، مختلف الأطراف المتداخلة في الفار لازمها تكون سيرتيفيه لاستعمال هذه التقنية. شكونهم الأطراف هذوما؟ هو الحكم وحكم المساعد الفار، يعني الاربيتر والاربيتر اسيستون لازمهم يكونوا سيرتيفي فار بس يمكن لهم التعامل مع الفار، اما حكم الميدان والا حكم الغرفه، يعني اما في التيران والا في الفور، باستثناء الحكمين المساعدين اللي في التيران ينجموا يكونوا مهم سيرتيفي فار، لكن بار اوبليغاسيون الاسيستون فار لازم يكون سيرتيفي فار. الار او زادا لازم يكون فار. واش معناه الاوبيراتور اللي يستعمل سيميلاتور لي تكنيسيان زادا لازمهم يكونوا سيرتيفي فار. ولي تيران اللي باش يحتضنوا المباريات اللي بالفار لازم تكون عندهم زادا لازمهم يكونوا سيرتيفي فار. شنو معناتها؟ انا اليوم علاش التيران لازم يكون سيرتيفي فار؟ لانه مربوطه بمواضع الكاميرا. يعني تمركز الكاميرا تمركز اي الزوايا اللي بيكون فيهم الفار لازم تكون الملعب مهيئ. مش معناتها التيرانات اللي نون سيرتيفي ما ينزموش يعملوا فيهم فار، ينزموا يعني يعملوا لهم سيرتيفيكاسيون، لكن فما شروط معينه لازم يتم تهيئتهم، لازم خدمه مع السلطه المحليه. مثلا فيش اعطينا شويه ديتاي. مثلا اليوم احنا بس ناخذوا تو مثلا انت كان قريت تقرير الكتيبه
على استاد المنزه هش يقول لك يقول لك انه ملعب المنزه مخذيش حتى المعايير الدوليه نتاع الكاف ونتاع الفيفا في استعمال الكاميرا هكا ولا لا علاش على خاطر انا اليوم مثلا باش ناخذ لازمني الاوفسايد ليفت والاوفسايد رايت لازمهم يكونوا على خط 18 متر او 18 ياردة باش ينزم ياخذ لورزو من ديبار للاريفي. لازم عندك كاميرا كلوز اب, لازم عندك كاميرا كبيرة وايد, لازم عندك البيهاند جول ليفت والبيهاند جول رايت. احنا عم ناول اشترطنا واضفنا اربع كاميرات اخرين, الجول لاين ليفت والجول لاين رايت, يعني اليوم المواضع متاع الكاميرا والكاميرا اوبوزي, بس يخلي الحكم اللي يستعمل الفار يكون عنده 12 زاوية بس كي تصير لقطة كيما تصير بعض اللقطات اللي نسمعوا في المحلين متاع المافيولا يقولك هذه لقطة فار, هذه بدعة من البدع بالنسبة لي أنا بكامل احتراماتي لكل محلي احنا نحلله في الصورة كموضوع اخر اول محل ما يش مفقك بفشا ما تنجم تكون خطأ فما لقطات صعيبة مثلا هنا يتقال لقطة فار بيطونا رجعوله المافيولا ده كموضوع اخر. دونك انا اليوم بس الحكم ياخو لقطة اللي يقولوا عليها أصدقائنا لقطة فار, لازم عنده زيادة لكاميرا خاطر أنا مناش نخاف إسلام في تحليل من التحاليل يقولك آه والله ما الكاميرا هذه مخذتوش ما عنديش. دونك أنا لازمني على الأقل نوفر 12 وقت اللي يصير نيفو عالي عالي وفما 32 كاميرا وفما 36 كاميرا. دونك اليوم بس نهيئ هذا كل لازمني خدمة على مستوى البلديات, خدمة مع السلطة المحلية لأنه البلديات هي اللي ترجع لها بالنظر الملاعب لتهيئة ساعات تيران تلقى مثلا تيران سليمان, أنا مش ناخد توا تيران سليمان على سبيل الذكر ما عندوش لي جرادان الكل والعلو اللي لازم يكون ارتفاع 6 متر. دونك السنوة لازم يتم تهيئة مكان خاص على اليمين وعلى اليسار بلي كاميرا باش ينزموا ياخذوا وفق الشروط المعينة, وفما طبعا شروط. وأيضا مع تهيئة الميادين لازم حكام, اليوم النومبر موجود متاع الحكام انا بالنسبه لي انا للجوله 11 ما يكفيش دونك لازم زاده تكون حكام. مش عملتوا تكوين عام للحكام إيه, لكن لازمنا نوصل لازمنا نزيدوا لانه الحكام إيه اللي خدمتوا بهم عملوا لازم يخدموا بهم هم لا على خاطر 8 مباريات كراس الشروط تقول لك 8 مباريات عملوا اقل ماتشات عملوا 4 ماتشات وممكن هما ما نعرفش كيف يفكروا وفما حصيلوا برشا تناقضات في وسط الكايتشار جبيدة موضوع طويل برشا. دونك انا شنو حبيت هو 8 اكتوبر الهيئة التسوية هبطت بلاغ وقتها صباح بلاغ دون ان ترجع للإدارة انا ذاك قالت انه بستعتمد الفار به كي بستعتمد الفار هل انك بديت خطوات الأولى لاعتماد الفار وتكوين فريق عمل للإنكباب للكلام اللي قاعد نقول فيه بس نزم تحضر للونزيام زورني وإلا لا لا أعتقد. هل أنك اليوم دعيت الحكام اللي ما هم السيرتيفيه بس ياخذوا السيرتيفيكاسيون تاعهم واثنين الحكام نفسهم اللي سيرتيفيه لازمهم تكوين مستمر لازم تطوير وتعامل خاصة على مستوى الأوبيراتور وهذا ما هوش موجود هذا لحد الآن ما فماش ممكن في الأيام القليلة القادمة. صديقنا بدر الدين طناني عمل تعليق أنا توقعت ويفضل قال لي بالحق ينجموا كل اللي شافوا داج معناه يستعملوهم ينزل توقعت أنه يفضلك معناه لا ما هوش يفضلك ومشكور سي بدر الدين لأنه في بطولة الدوري السعودي يعتمد عليها في الليغ 2 في فرنسا يعتمد عليه لكن هنا باش لازم نصطدمه وهنا عاد مهم جدا هي برأي الحماية المدنية لأنه رأي الحماية المدنية مهم حول السلامة العامة وفي لجنة صلاحية الملاعب لازم نركبوا حاجات وقتية لكن بسلامة عالية لأنه هنا تدخل لك زاد التلفزة تقول لك أنا أخويا اللي كادرير نتاع التلفزة يقول كان مريسكيس بروحي 6 متر الفوق تيرانات مسيبة. دونك هذا لازم يأخذ كله بعين الاعتبار حتى نوفر البنية التحتية اللازمة بس نبدأ. أنا اللي نعتقد أنه عدم الاستعجال هو المهم فاز لي على الناس الكل خدمة مغير فار نكملوا في الفاز الوتور نحضروا رواحنا بالقدية لكن يظل فما مساعي لي يعني بس نربحوا الوقت لكن حذاري أنه يفكر من يفكر إما هيئة التسوية وإلا إدارة التحكيم أنه تعتمد على مباراة نخدموها بالفار والمباريات الأخرى لا وهذا ضرب للمصداقية ضرب للمصداقية ولمبدأ العدل والمساواة. سو معناته أنا ماتش إيكيب A إيكيب B
يتدخل الفار بس يصحح وضعية، وانا ليكيب سي وليكيب دي يلعبوا ضد بعضهم ويصير خطأ، لازم يكون حتى مؤثر على الترتيب، وبالتالي مس من مصداقية، واحنا ما ناس ناقصين في هذا الظرف.